ألو، أكيد عرفتك يا أستاذ هادي. وهل يخفى القمر؟ معك ساعتين حتى تجي لعندي أو ما رح استقبلك بقى يا قمر. ما بعتقد إنك بموقع بيسمح لك إنك تهدد يا أستاذ هادي. عكل حال أنا بكون عندك بعد ساعتين على القد. عم بيهددني قال. ما فهمت يعني طلعنا من المولد بلا حمص؟ ساندرا البسي بسرعة خلينا نروح لعنده. شو رأيك بتوصلني بتروح تعمل كزدورة وبس خلص بدقلك تجي بتاخدني؟ بكون شوفيرك أنا. شو بك عم تطلع بالعالي؟ ما إحنا شركاء؟ بلا أكيد، بس أحسن لك الهادي ما يشوفك يا زكي. لك أنا لو ما زكي كنت عملتك شريكتي. إيه يلا أنا فيت غير تيابي نزال حم السيارة يا شوفير. تامري معلمتي. بدنا حليب للصبي امي. هلا انا بروح بدي اجيب له حفاضات كمان. اوكي مامي رد علي. مين هو؟ وائل عم بيقضيني محط التليفون سايلنت. حرام الله يعينه، بده وقت ليوعى من الصدمه. تخيلك امي وعجبي له سيره الصبي يقوم يفكرنا متضايقين فيه. من عقلك امي ولو. اوكي انا طلبت من ريما تقول له خالتي شو رأيك؟ كنت عم فكر أخذ سامر معي على البيت هيك بهتم فيه هونيك لبين ما وائل كان صار منيح وهيك بكون ببيتي وحد جوزي. يا بنتي ليه بدك تلبكي حالك هالتلبيكي؟ ما سامر هون بألف خير وعم بهتم فيه، ما بكفي أنت هاملي جوزك وبيتك وشغلك بالظهر؟ الورشة سلمتها لمهندس تاني والمكتب هلأ آخر همي. بلكي فكر وائل إنه نحن متضايقين بالصبي وزعل. بعدين سمر حبيبتي مش لازم تتعلقي هالقد بالصبي، ما تنسي انه هيدا مش ابنك وهيدا الشي بكره بيأذيكي بالمستقبل. معكي حق خالتي بس مش قادرة ما اتعلق فيه، بس خف سامر بين ايدي حسيت بحنان مش طبيعي مثل كأني امه عن جد. ما تبكي حبيب. ايه اوكي جورس اوكي. لا ما تفوتي انا بستقبله. يلا شي عمي. متى الفند؟ قلت اجي لقيتك مشغول برجع بفل. يا اهلا وسهلا تفضل يا ابي شو مو لهم. جويس اثنين قهوه. تفضل تفضل. دورت. تسلم. تفضل ارتاح. تسلم تسلم. خير؟ شغلت اللي بالي شو في؟ لا بس قصة جدك شغلت لي بالي. بعرف بعرف شغلت لي بالي الي كمان بس عم تباعها مع القوى الأمنية هيك لحظة بلحظة، مشددين على المنطقة اللي عم تتعالج أمي فيه، بتعرف هي هلا أكثر وحدة معرضة للخطر. هادي أنا خايف عليك وعريمة وعابن أختك. حقك تخاف عليهم. وأنا كمان خايفين. بس اللي مبرد لي قلبي إنه بعرف كيف أفكر. بعرف أهدافه. وصل لهدفه الأول وعم نبش على الثاني.
اقتراحي صحيح طلع غدر، بس مش رح خليه يوصل لأمي أبدا أبدا. مش هين أبدا شخص يربيه واحد مجرم ويطلع هالقد نظيف ومتصالح مع حاله. أيام الأولاد بيتمردوا على اللي ربون، اللي بيتأذى بكير بينضج بكير قبل عمره، يمكن كمان بيتكافئ مثل ما أنا الله كافئني بريمة وبأحريمة. أكيد تسلم يا ابني تسلم. يمكن ولا مرة قلت لك إياها عمي، بس عن جد أنا بحسك مثل بيي. قصدي شيء أكيد مرت عمي كمان، رغم زكزكيتها ما في منها. مرحبا فادي. اهلا اهلا خواجة شريف. شو الهيئة طارق مش هون؟ بلا بيكون عم يعمل جولة بالمعمل جوا. اه نيال قلبه طارق فيك حبيبي. ليه عم تضحك؟ هيدي الحقيقة مش عم سيرك. رح بتشربنا قهوة قبل ما نبلش نحكي بالشغل؟ بدك تشربها هون او منشوف استاذ طارق بنشربها معه؟ لا لا هون. تكرم عينك تفضل تفضل. كيف بتحبها؟ حلوة. بليز بدي اثنين قهوة، واحدة حلوة وواحدة مرة. ميرسي ميرسي. شرفت حبيبي. يعني خبرتك باختصار كيف كانت طفولتي وكيف تربيت. هلا صرت تعرف الاشياء اللي ما خبرتك اياها ريما. بداية حديثنا قلت لي انك بتعتبرني مثل بيك، وصراحتك اكدت لي هالشيء. هادي انا رح ابقى احدك من هلا لحتى الله ياخذها منه. شو هالحكي هيدا؟ الله يطول بعمرك. نهايتك كثير، لازم قوم فل وانت كمل شغلك. بالعكس انا انبسطت فيك كثير. انت الداعم الاول لإلي بهالعيله. ما تنسى انت جوز ريما الغالي. مش ناسي. على فكره انور تلفنلي وعزاني. انا اعطيته رقمك. هادي انور تغير وصار انسان جديد. ان شاء الله. يا الله معك. الله معك.